افتكرت بابا هناك لعب، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه، محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ إيه؟ عم جمال جه النهاردة يخطب. لمين؟ لمين؟ إيه اللي لمين؟ لنفسه. جه هنا وكان لابس الحتة اللي على الحب ومسرح شعره وعينيه بتبص لي كده نظرات غريبة، عامل فيها بقى واد ابن 30. قال لي إنه بيحبني وعايز يتجوزني. جات لك الجرأة إن هو يقولها؟ لا يا كاميليا، اوعى تقولي للراجل إنك موافقة، ده ممكن يروح فيها. أنا قلت أتجوزه يوم ويموت بعد كده، يعني يبقى أنا ابني ثواب إنه دخل الدنيا قبل ما يودع. أنتي وهو وده هيتعمل له إيه؟ فرح وزفة وكوشة وكده؟ يلبس بدلة كده ويقعد جنبك في الكوشة فعلا بعد العمر ده كله؟ وأنا أقعد جنبه في الكوشة وألبس فستان أبيض منفوش. أختك راحت خالص. يا رب إن حد فيكم يحس باللي أنا حاسة. كاميليا أنا هموت من الجوع. عاملة لكم رز أبيض بالزيت بيلمع مفلفل قرديحي، حاجة آخر روقان. إيه ده مفيش لحمة؟ لا يا حبيبتي، الفترة الجاية دي أنا مش عايزة حد يفكر في موضوع اللحمة ده خالص. عيب عليكي، عيب عليكي، أنتِ فاكرانة فقرة ولا إيه؟ طب أنا بقى وغلاوتك عندي لا أعزمك على شوية كباب وكفتة، إنما إيه؟ أنتِ يا بنت أنتِ غنية وإحنا ما نعرفش. ايه شغلانه الشحاتين بتاعتك دي شكلها بتجيب فلوس ايه؟ امشي شحاتين في عينك، انا بلف على كعوب رجليا عشان اعمل قرش. طب يا اختي مينوبك ثواب في اختك وتاخديني معاكي الشارع ده. يا ريت يا كاميليا. بس ما ينفعش. ليه يا ام؟ يا حبيبتي انت حلوه زياده على اللزوم، اداري ايه ولا ايه انا؟ انت فيكي انوثه متفجره. يا اختي متفجره مين؟ خديني معاكي انزل الشارع اشوف الناس، يمكن اشوف واحد بيبص لي كده ولا كده نظره ذات مغزى، بدل ما تفجر هنا في البيت لوحدي من غير ما حد يحس بيا. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. تولي تعالى قول كلم المعلم قول له احنا جاهزين. ها اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه يا ابو كرم نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا نقفل. ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه بس ما تزعلوش مننا يا جماعه، احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت وبعد كده مش عامل حسابك والله معلش. نتغدى انا وانت بس واحكي لك على في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى. Thank you.
انا ست جمالات اصله. لا 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 اهدى اهدى اللي انا شايفاه ده. في ايه؟ في ايه؟ لا سطوح بيتي لازم يبقى زي الجامح اللي جايب البت دي عندك. ما تعرفش ان الشيطان شاطر؟ شاطر ايه؟ ده لو شافها يتشل. سيبك منها سيبك منها، هي تشوفني كده تموت تولع عشان احلى منها واصغر منها. والله اسم الله ياللي بتتنعي باليومين في الجاز عشان تجني القاشك. اهري يا مهري كمان والنبي يا ولية، عيب عليكي، ده انت من ايام الملك والجنيه جبس. سيبك سيبك منها، يلا تعالى كل. ويا ترى الشيء اللي انت جايباه ده مسكره ولا جايباه يغسلهولك؟ عجبك كده يا سي عبد الله؟ بتاكلوا على قد ايه؟ يا عم راح فين يا عم؟ راح فين يا عم؟ وسع يا ابو وسع. اسف. بتروح لهم المره الجايه تاني؟ والله العظيم هنسيبه. احمد. شوفوا منين يا ميتو، يا احلى ميتو في الدنيا. صاحبك اتباع. يلا يا عم يلا يا عم، ربنا يرزقنا. انت رايح فين؟ انت رايح تخطب؟ اخطب يا بنتي، الموضوع اكبر من كده بكتير قوي 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 قوي. امال ايه؟ ده لبس الشغل الجديد. الشغل الجديد ده؟ وده جالك امتى ده؟ الشغل ده هيعجبك قوي يا كاميليا قوي. واضح، ما هو واضح ان هو شغل مهم، ايه بقى احكي لي؟ شوف يا ستي، واحد صاحبنا كان بيشتغل بره ورجع عمل فلوس كتير قوي، وقال لي يلا بقى اما شغل احمد واصحابه معانا. لا انت بتتكلم بجد؟ والله. طب ده خبر حلو قوي. تعالى هنا عايزاك. اهدي كده ما تتعفرتيش. ها اهدي. كنت فين انت والبي كده ولابسين على سنجة 10؟ بقول لك ايه، هسيبك من احمد ده بقى وتركزي معاه شويه. ها انت هبل ولا شكلك كده ليه؟ ده راجل قلبه مولع ومليان، وانا واحد قلبي فاضي، ينفع نسيب بعض كده؟ ما يصحش. وما تنساش جيبك. ماله جيبه؟ يعني هو جيبه يعني ما شاء الله بيخر فلوس؟ ما عيب عليك اللي بتقوليه ده وعقلها في ريال. اخلصوا من الاخر، كنت بتعملوا ايه؟ هقول لك كنا بنعمل. احنا لمؤاخذه كده كنا بنحب في بعض. كنا عاملين كونتاكت، ملمسين يعني، ايه رايك؟ ايه اللغة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بقول لك يا فريال، انا هقول لك كلمة كده تحطيها حلقة في قلبك. اعقلي كده وفكري كويس، عشان الراجل ده مش بتاعك، وانا اللي بتاعك، وانا اللي باقي لي. تمام؟ وبكرة تعرف. السلام عليكم. لا بس انا قلت له انا ما بشتغلش عند حد يا حبيبي. ما هو ما يفضلش شغال هناك، بيبعت بس في فلوس، وانا هنا اللي طلعنا عليا. ليه يا احمد تقول له كده؟ ليه؟ حرام عليك، دي كانت فرصه كويسه. لازم اقول له كده، وشرطت عليه ان انا اخش معاه شريك. اي نعم النسبه صغيره، بس الصغير بكره يكبر، وبعدين عشان عرق كمان ما اروحش حاضر ولا ايه؟ يا اخويا مش لما يوافق مش هيوافق. وافق وافق وبصم بالعشره كمان. انت مستقلاه بحبيبك ولا يا بنت؟ الراجل وافق طبعا. انت كان عندك حق لما قلت ان الواحد المفروض يستنى لغايه لما الفرصه الصح تجيله. يا كيمو انا طول عمري كلامي صح. عارفه. ها قولي لي بقى، كنت عايزاني في ايه؟ مفيش، حصلت حاجه كده غريبه ما كنتش عارفه اعمل ايه. ايه؟ امي ضايقتك تاني ولا ايه؟ سيده؟ لا ما بتضايقنيش، ما بزعلش منها. امال في ايه يا كيمو؟ قلقتيني. عم جمال. عم جمال مين؟ صاحب ابويا. ماله؟ جمال ماله؟ عايز يتجوزني. عم جمال عايز يتجوزك انت؟
والله يا العظيم. هو الراجل ده اتجنن في دماغه ولا ايه؟ في حاجه اسمها كده؟ ما يشوف سنه. لا 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 ما تقلقيش، انا هظبط لك الموضوع ده وهظبطه لك على الاخر، ما تقلقيش. انا على فكره لما كلمتك في الموضوع ده علشان انت راجل العيله والمفروض انك تعرف كل حاجه، ولا ايه؟ ايه اللي ولا ايه يا كاميليا؟ في ايه؟ طبعا انا راجل بيت بعد الله يرحمه خالي ما توفى. طيب تمام ما تقلقيش، انا هتصرف في الموضوع ده مظبوط. اسمعي بقى لما اقول لك، الراجل ده ما تدخلش البيت ده هنا تاني، فاهمه ولا لا؟ ولو شفتيه في الشارع تدي له ظهرك، تمشي من شارع تاني. احنا ما عندناش الكلام ده هنا في 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 العيله. سلام. كان لازم تقولي له؟ طبعا راجل العيله ولازم يبقى عارف كل حاجه. وبعدين عم جمال كان لازم حد يوقفه عند حد ويقول له عيب. وانت بقى قلتي له عشان عايزه يوقف عم جمال عند حد ولا عشان عايز تعرفي منه حاجه؟ على فكره انت بتقولي كلام غريب قوي. كاميليا خدي بالك، احمد مش زي ما انت فاكره. وبعدين ايه حكايه ان هو بقى شريك في الشركه دي؟ تخش عليك انت؟ انت لا صغيره ولا جهله يا كاميليا. طب وايه المشكله في كده؟ ما تخليش قلبك هو اللي يحكم على الامور يا كاميليا. قلب ايه بس يا نجلاء؟ انت بقيتي تقولي كلام غريب قوي. ماشي. رايحه فين؟ عندي مقابله شغل. شغل؟ ما قلتليش يعني. الدكتور مجدي كلمني وقال لي ان هو لقى لي شغل عنده في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها في الخدمه الاجتماعيه. خدمه اجتماعيه ايه؟ انت مالك انت ومال خدمه اجتماعيه؟ انت تجاره. طب وفيها ايه يعني؟ وفي حد يعني بيشتغل بالمؤهل بتاعه يا كاميليا؟ سلام. ما تتاخريش، ابقي طمنيني عليكي. ماشي. والله البت نجلاء دي ولا فهم حاجة. ده كان هيتجنن لما سمع اللي أنا قلته. ويا كاميليا خبريني. ولا ولا لا هو يا ابني بتاعتي. أحمد أحمد عايزك. سوك يا ابني على قهوة. يعني ما جيتش امبارح ولا قلت سلام؟ سلام لا والنبي. عايزة ايه؟ ارغي هاتي اللي عندك. عايزاك مليش مزاج. نعم ما سمعتش يا بنت. بقولك مليش مزاج عشان تعبان شوية، افهمي بقى. خد هنا. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا فريال؟ انا عايزه اتكلم معاك. بالليل بالليل. وهتبقى فين بقى بالليل ان شاء الله؟ موجود. مانيش خارج، كلميني انت بس ومالكيش دعوه. ماشي، لما نشوف يا احمد. سلام. عايزه ايه تاني؟ متولي كان بيقول لي انك هتعمل شغل على كبير. هو قال لك؟ ما انت ده انا كنت عامل لك مفاجاه. اسمعي خبر حلو قوي 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 قوي. ماشي يا احمد. تصدق يا جمال انا متضايق علشانك جدا، بس انت حر. ايه ده متضايق من ايه ان شاء الله؟ شكلك وعمال تصغر في نفسك وعمال تصبغ في شعرك وتلبس الوان مش بتاعتك. بيني وبينك شكلك بقى مسخره. صدق بقى ان انت راجل عيل ادب وانا غلطان اللي باجيلك. خلاص بقى يا عم ما تزعلش. انت مش قلت انها عندها استعداد وموافقه على اللي انت طلبته منها؟ ايوه. خلاص يبقى ربنا يهنيك. هو كده؟ هو ده الكلام اللي انا بحب اسمعه. عارف يا عبد الله، انا اكتشفت ان الحب ده حاجه جامده جدا. يا سلام. والحب ده انت اكتشفته فجاه كده؟ مش عارف يا اخي، تهيألي كده ان انا كنت بحبها من زمان وانا مش واخد بالي.
الله يفرح قلبك. استنى بقى علشان ناكل لقمه مع بعض كده. عندي خير كتير كتير قوي. تعرف يا سيدي بقى الصينيه دي بتاعت الاكل مين اللي جابها؟ مين؟ جمالات. والشاي اللي وراك ده من سيده. جمالات جاب الصينيه دي؟ لا افهم. وسيده سيده الريحه البخيله جايبه لك الشاي؟ اه والله. غريبه غريبه والله. سيبك بقى من الاكل والشاي والحاجات دي. قول لي انت مبسوط في الشغل الجديد بتاعك؟ اه الحمد لله نعمه. بس انا بفكر اسيب الحكومه يعني. بس بصراحه بقى يعني عايز ابتدي حياه جديده اعيش بقى واكون نفسي. وبعدين مش معقول انا وكاميليا يعني هنعيش بالمرتب العبيط بتاع الحكومه ده. كاميليا عارف يا عبد الله انا نفسي كاميليا دي تحس انها اتجوزت راجل راجل ماله هدوم وصحيح يعرف يسددها ويهنيها ويوريها العز اللي ما شافتوش في حياتها. طب يلا يا جمال عشان الكوارع لما بتبرد ما بتتاكلش. يلا حبيبي. لا معلش كل انت. انا عامل رجيم عايز انزل لك الكرش ده شويه. قول لي عبد الله ما تشغل لنا حاجه نسمعها؟ عندك عمرو دياب او حماقي؟ اه شوف لك شوف لك. بقول لك يا جمال لو انت سبت الشغل هتشتغل ايه؟ يعني صنعه كنت عارفها زمان بتفهم في التجاره. لو انت عندك عقد عمل وسافرت بره هتشتغل ايه؟ انت مؤهلك يا جمال. مؤهل ايه وصنعتين؟ الحاجات دي ما بتفرقش في الجواز. لا تفرق قوي وانا بنبهك. يا سلام بتنبهني. قول انك غيران مني. غيران منك؟ ايوه. لو كنت شفت السطح النهارده ايش صواني اكل وشاي ما كنت حاسس ان انا النهارده كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز بعد مصلعه. افرح يا لهو يا خلو على الحمامات والعسل يا خرابي عليكي وعلى ايديك العسل. بطاطس بطاطس يا سكر. شكلك مبسوط يا واد. اه يا اما والله مبسوط شويه. عقبال حمام العروسه يا دنار. يا رب يا اما. تعالى ولا هل تعالى. ايه يا اما في ايه؟ ما انت كنت لسه بتدعي واقف قدامك. تعالى. لا يا لهو تعالى. بعد ولا اللي بينك بقى وبين الواد احمد. انا رحت لامه قلت اشمشم كده يمكن اعرف حاجه لقيتها زي مش عارفه اي حاجه. انت بتتجسسي عليا يا اما؟ انت يهمك في ايه الكلام ده؟ يهمني؟ آه. يهمني ده يا واد؟ يهمني ان اطمن عليك واعرف انك مش هتسافر تاني. يا اما اهدي اهدي مش مسافر. وقعت لك قدام طبق البطاطس. مش مسافر الحمد لله. تعالى هنا. قول اهو ناوي على ايه؟ هقول لك بعدين يا اما كل حاجه. يا اما صريني دلوقتي. المحروسه في ريال كانت عايزه منك ايه يا واد؟ ياما كده كتير. انت قاعده بتتجسسي عليها من ساعه ما انا جيت وده ما ينفعش. البت دي تسيبك منها خالص. البت دي مش مظبوطه لا هي ولا امها. طب وانت عرفت منين ياما؟ انا يا حبيبي اعرف اكتر منك. الاشكال دي انا عارفاها اكتر منك. وبعدين يا واد انت ناسي ان هي حط عينها على احمد؟ لا استني بقى. طالما جبت سيره احمد والشغل ده الكلام ده كان زمان ياما. ايام عسكر وحراميه بره في الحاره. ايام ما كانوا عيال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على وكستي في ابني. هو انت واد ممكن تفكر في واحده حط عينها على راجل غيرك؟ ياما ايه المشكله طالما هي سليمه وده زمن وفات؟ ايه المانع؟ ما فاتش يا رحمه. اري اسود اما بقول لك ايه انا جعان وعايز اكل لقمتين عشان اخش انام وعندي شغل بالليل. ماشي سلام بقى. اقعد هنا بلا شغل بلا زفت. فهمني شغل ايه؟ شغل ياما شغل وخلاص. شغل ايه اللي عندك بالليل؟ بصي يا خليل عينيكي عينيكي دي اللي بتخلينا قر على كل حاجه. انت بص اما هي شغلانه كده هتخلينا نطلع فوق شويه. هتخلينا نشرب حاجه ساقعة وناكل لب وسداني ونطلع من الدور التحتاني وندلدل رجلينا وهيه بقى هيه هيه. يا رب يا اخويا من بقك لباب السما. يا رب. انا عايز اكل حاجه غير البطاطس دي. عامله اكل ايه؟ عامله ملوخيه. يا لهوي ملوخيه من ايد خلو؟ اه. انت عارفه بقى ان الملوخيه بتاعتك دي ياما ما بتتاكلش كده بالعيش. دي بتتحط في كوبايه كده وتتشرب زي الويسكي. يو كيسه انت يا واد كنت بتشرب منكر وانت بعيد عني. لما منكر ايه؟ انا بشرب ويسكي. ويسكي بيوجع. ايوه يا خلو ايوه يا خلو كاسين ويسكي ياما. وحات النبي ونقعد نزار وادي بس يا ولا اختش. خلاص ياما بهزر معاكي في ايه؟
بقولك يا ميرا، لو جاي حبيتي تنكدي عليا مبروك. ايه ده بقى؟ ايه اللي غيرك فجأة كده؟ والله طالما انتي مبسوطة خلاص براحتك. بس على فكرة بابا لو كان عايش كان هيبقى مبسوط قوي في يوم زينا. بابا؟ جايز. بقولك يا ميرا، انا عايز اسألك سؤال. اتفضلي. هو انتي ازاي عشتي كل ده مع ولاد سمية؟ اسمهم بنات عبد العزيز مش بنات سمية. ماشي يا ستي، بنات عبد العزيز، ازاي عشتي معاهم برضو؟ انا كنت عايشه مع بابا مش معاهم. بعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، انت خسرتي كتير قوي انك ما قربتيش من بابا الفتره اللي فاتت. بكره هتعرفي كلامي ده كويس قوي. ميرا بقول لك ايه، خلي ماما حبيبتي تاخدك وتنزل تشتري لك فستان عادل، عشان انت اكيد مش هينفع تحضري الحفله بالهبل اللي انت جايه بيه ده، مش ناقصين فضايح. لا انا عملت كده ما تقلقيش، نزلت انا ومروان واشتريت فستان هيعجبك قوي. انت ومين؟ مروان؟ طب انت كويسه اهو، امال كنت فين من زمان؟ والله انا عملت كده علشان ما تزعليش وعشان شكلي برضو. هو مش مروان ده برضو يبقى ابني عمو سمير ولا ايه؟ عمو سمير؟ لا كده الموضوع كبير قوي، كده انا لازم افهم. انت شكلك مش سهله خالص يا بيبي. سهله وصعبه؟ على فكره انا بتكلم بنيه صافيه جدا، مفيش في دماغي اي حاجه. طالما قلتي البقين دول يبقى فيه، وفي كتير. بقين؟ والله عيب، عيب لما ايتن اللي عاشت وسط الناس الهاي بعيد عن الحواري تقول بقين والفاظ وحاجات كده. عامه يا ستي مبروك عن اذنك. اه نسيت اقولك، الفستان اللي انا اشتريته هيعجبك قوي. انت عارفه ده منين؟ مش شركه، ومن المجموعه الجديده كمان. ايه مالك ثابته ليه؟ لا خالص على فكره، انا مبسوطه قوي ان انا هشتغل. خدي بالك طبعا عشان دي تحت الاختبار. اكيد ان شاء الله هطور قفلك. ان شاء الله. يعني انا بجد متشكره قوي. علي وانا ممكن اعرف وانت ليه عملت كده؟ عايز تعرف الحقيقه؟ يا ريت. صعبت عليا. ايه؟ زعلتي ولا ايه؟ لا اوعي تزعلي بقى من الحقيقه بعد كده. وعلى فكرة انت ما صعبتيش عليا عشان مرضي وكده، انت صعبت عليا عشان كنت قاعدة في البيت ومستسلمة، والاستسلام ده حاجة وحشة قوي. اضحكي بقى، جبتي ورقك؟ طب يلا بينا على المكتب. اتفضلي. ابني متجوز؟ مطلق. أنا آسف. لا على ايه؟ انا بقيت حاسس ان نص البلد مطلقين والنص التاني عايش مع بعضه غصب عنه عشان خاطر الولاد. مش للدرجه دي يعني. انا بقيت حاسس كده. انت لسه زعلانه مني؟ انا بس ما حبيتش الكلمه الصراحه، يعني مش بحب ان انا اصعب على حد. يا ريت انا اصعب على حد، اصعب على حد ولو مره واحده بس ويخليني اشوف ابني. وانت مش بتشوفه؟ لا مش بشوفه. القانون، القانون شايف ان الست ملاك وطيبه ومفيش زيها. الراجل بقى ولا على ايه؟ انت بقى ملاك؟ ملاك ولا شيطان؟ ده حتى لو شيطان، الشيطان ده ملوش نفس يعني انه يشوف ابنه؟ لا له نفس طبعا. مش كده؟ تخيل انك لا، ابني على بعد شارعين من المنطقه اللي انا ساكن فيها وما بشوفوش، مع ان انا واخد حكم بالرؤيه لكن ما بشوفوش. طليقتي عايزه كده، شفتي وقاحه اكتر من كده؟ ادي الورق. دكتور مجدي الحقني يا دكتور. مالك يا منى في ايه؟ خليل ما بيتحركش. أ
ايوه يا نغم، بقول لك ايه، عايزه اعرف خليل عليه فلوس لمين؟ كل مليم مديون بيه انا هسدده. خليل مات. انا كويس قوي، كويسه جدا. كويسة قوي، بس أنا عايزة أقول حاجة لكل الناس اللي بيشتغلوا في المستشفى دي. هو مات عشان معهوش فلوس، بكرة أنتم كمان هتموتوا عشان معكوش فلوس، واللي حصل ده علمني إني لازم أبقى غنية، وغنية قوي كمان.